ولا شك كما قلت، كلما تتسع المرء دائرة نفعه إلا وزاد عليه أذى الناس. إنه لا شك إنه في ناس لا يحبون الخير ويرغبون عنه ويريدون صد الناس عن سبيل الله، يشمئزون من الحق لا يرغبون فيه، خاصة إذا عارض ذلك هواهم، فتجدهم يعني يمقتون وينفرون ويقللون ويستخفون ببضاعة من ينصحهم وبعده عن، ويصفونه ببعده عن الحق ونحو ذلك. هذه البداية لا بد من الصبر عليها، أي أن يعد نفسه لمثل هذه الإذايات أو الأؤذيات، يعد نفسه لئلا إذا حصل لئلا ينتكس في مسيرته وفي طريقه المستقيم الذي يسير عليه إلى أن يلقى الله سبحانه. لا بد من الصبر هذا، وإلا إذا كان يعني جاءته إزاية من إنسان ولا من جماعة ولا من تكتل معين ولا من متعصبة ولا من جهات ذات مناصب جهات مسؤولة ولا آخره، أذوه وأرجفوا الأمر بالنسبة له وأخافوه ومع ذلك تجده لربما ينطوي ينزوي يعتزل، يعني لا يصحب إلا ظله، يخشى صحبة الغير ومخالطة الناس. هذا بلا شك أنه طريق مسدود يؤدي إلى الغرض الذي من أجله أن يعطي وجه إخلاص العلم، خاصة إذا كما قلنا آنفا أن الإيمان والعمل الصالح لا يتأتى إلا بالعلم الشرعي الصحيح، وإخلاص العلم داخل في إخلاص الإخلاص لله سبحانه وتعالى. إخلاص العلم هو أولا تعلم، ثانيا العمل بما تعلم، ثالثا الدعوة إلى الله تعالى بما تعلم. قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن تكون دعوته ولا مخالطته مؤثرة، لابد تكون بالوجوه المذكورة آنفا، ويكون مستعد للأذى، فإذا جاءه أذى لا يؤثر فيه لأنه مستعد له. الصبر على الأذى إذن من شيم الأخلاق.